لا شيء يساوي العافية في هذه الدنيا، فمن يدركها فليحمد الله. فكيف بهؤلاء الذين تقف ظروفهم حائلا بينهم وبين بلوغ الصحة وتاج العافية؟ هذا الطفل أنموذجا يفاجئك بطلته البريئة، ويرى ابتسامة باهتة على شفتي والده، لا يعلم أن خلفها آهات حزن وأسى على حال الصغير، تعقبها زفرات الألم وشح ذات اليد. إنه ابن الخمسة أعوام في هيئة ربيعين توقف عندها نموه، يجلس بقرب أخيه الذي يكبره بعام، ولا يعلم أن الفارق الجسدي يفوق ذلك بكثير. وغيره كثيرون يتألمون بجهل أو بصمت، ويعيشون على جرعة دواء. فما أجمل أن يكون عطاؤنا أمل حياة لنوفر لهم أدوية الأمراض المزمنة، ونجعل فرحتهم بأياديكم السخية مسحة رفق على جبين أرهقه الفقر وقهره المرض. أعينوهم ولكم الأجر، هيئة الأعمال الخيرية معكم على طريق الخير.